مرحبا، شو بعمل إذا لحقني كلب شرس على الطريق؟ هالسؤال كنا طرحناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالـ LBCI، وكانت الإجابات على الشكل التالي: الركض بسرعة بنسبة، الصراخ بصوت عالي على الكلب بنسبة، عدم النظر مباشرة بعيون الكلب بنسبة. شو الصح وشو الغلط من بين هالإجابات؟ الغلط إنك تركض بسرعة، لأن الركض بحرك غريزة المطاردة عند الكلب وبيصير بده يهاجمك. من الأجوبة الصحيحة بين هالاحتمالات إنك تصرخ على الكلب بصوت عالي وواثق وتأمره بأنه يبتعد أو يوقف من دون ما تطلع مباشرة بعيونه. أما الجواب الأصح بين هالاحتمالات فهو عدم النظر مباشرة بعيون الكلب. أما الخبراء بهالمجال ومدربي الكلاب فشو بيقولوا؟ بلا معلمية، لازم تعرف أنه ممكن تتعرض لهجوم كلب مشرد أو شرس بأي وقت، لهيك لازم تحفظ هالخطوات لتنقذ حالك. أولاً، ضل مسيطر على أعصابك وما تركض أبداً لما بيلاحقك كلب. 2، ضلك واقف محلك وبلا حركة، بس إذا حسيت أنه هالشي صعب عليك مشي بس ببطء وبحذر. 3، ما تلوح بإيديك أبداً واعملهم على شكل قبضة أو بوكس لتحميهم. 4، علي صوتك وبكل ثقة قله يبتعد أو يوقف. 5، ما تطلع مباشرة بعيونه، لأن التواصل البصري بينك وبينه بخلي سلوكه يصير عدواني أكتر. بلا معلمية قدم لك نصايح الخبراء ومدربي الكلاب لتحمي حالك بالطريقة الأصح، وإذا تعرضت لأي عضة أو جرح من كلب ما تنسى تزور الطبيب ليكشف على الجرح.